ينضم إلينا من الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة رائد الشريف مراسل الغد. رائد، أطلعنا على التفاصيل، المهلة قد انتهت، كيف يرى الفلسطينيون الأوضاع؟ نعم محمد، يرى بعض المراقبون أن 5 ساعات حقيقة لانتهاء المدة الزمنية أو المهلة التي أعطتها الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأنها يعني كتبت في الأول من أكتوبر، أي أنه هذا اليوم. لذلك كان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حركة فتح، رئيس مجلس قروي الخان الأحمر تحدثوا أن المهلة تنتهي مع ساعات مساء هذا اليوم، أي بعد 5 ساعات من الآن. ولكن كان من المتوقع عندما سلم القرار والإخطار ومع ساعات فجر هذا اليوم، لكن الاحتلال الإسرائيلي حقيقة لا عهود ولا وعود بالنسبة لعملية التسليم وكذلك الإخطارات التي كانت يعني سابقة من خلال عمليات الهدم والتجريف والمصادرة في مناطق مختلفة من مدينة القدس المحتلة وكذلك من الضفة الغربية. بدأ العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالتوافد، وخاصة أن الأعداد تزداد في ساعات الليل هنا في خيمة الإسناد والدعم والصمود في منطقة الخان الأحمر، تخوفا من دخول الجرافات الإسرائيلية إلى هذا المكان، خاصة وأن البعض قال إن زيارة ميركل مع نهاية هذا الأسبوع إلى دولة الاحتلال ربما إسرائيل ترجع عملية الهدم، ولكن لا مؤشرات لذلك يا رائد. يعني لا تقلق، تحدثنا في هذه النقطة البارحة، لا مؤشرات لتأجيل الاقتحام أو لتأجيل وجود الجرافات الإسرائيلية على أثر وجود ميركل، أليس كذلك؟ نعم، لتحسين صورة إسرائيل أمام العالم بأنها دولة قانون ولا تهدم منازل فلسطينية، ولكن هي تتحدث بأن هذه المنازل غير قانونية وواقعة في مناطق سي وضمن مخططاتها. لذلك لا أحد يستطيع من التوقع ما الذي ستعمله قوات الاحتلال. المؤشرات واضحة تماما بالنسبة لعمليات طبعا دوريات الاحتلال، الحواجز الإسرائيلية كانت قد سجلت أسماء من دخلوا إلى الخان الأحمر، دققت في هويات، والآن هناك مسيرة قادمة إلى طبعا منطقة الخان الأحمر. دعني نتحدث مع الأستاذ حاتم عبد القادر وهو مسؤول القدس في حركة فتح. أستاذ حاتم، يعني 5 ساعات وربما تنتهي المدة ولا أحد يعلم ما الذي سيجري، كيف سيكون الوضع وكيف ستكون يعني دقيقة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا المكان؟ يعني بالتأكيد بالنسبة لنا المهلة انتهت يعني بالأول من شهر أكتوبر، والآن متوقع في كل ساعة في كل وقت أن يأتي الاحتلال لتنفيذ قرار الإخلاء. نحن كما تعلم رفضنا الإخلاء طوعا، ولذلك من المتوقع في أي لحظة، ولكن أريد أن أقول بأن طريقه لن تكون مفروشة بالورود. هناك أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين أصبحوا يتوافدون إلى خيمة الاعتصام خاصة في ساعات المساء، ولذلك نحن سوف نواجه يعني أي محاولة من قبل سلطات الاحتلال لتنفيذ قرارها بإخلاء الخان الأحمر، ولن تكون كما قلت يعني هذه المنطقة مفروشة بالورود أمام الجرافات الإسرائيلية. طيب كيف ترى توافد المواطنين الفلسطينيين إلى هذه المنطقة؟ يعني إلى حد ما نحن كنا نرجو أن يكون هناك تواجد أكثر، ولكن حتى الآن يعني لا بأس من التواجد. هناك وفود تأتي من مختلف مناطق الضفة الغربية، هناك أيضا حركة فتح من مختلف المناطق المؤسسات، ولذلك أنا أعتقد أنه أي محاولة إسرائيلية لاقتحام هذا المكان ستكون لها تداعيات خطيرة، ونحن نحمل الاحتلال مسؤولية كل التداعيات التي قد تنجم إذا ما قرر اقتحام هذه المنطقة بالقوة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حاتم عبد القادر، مسؤول طبعا ملف القدس في حركة فتح. بالتالي الصورة الآن أمامكم واضحة بدخول عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، وحسب المعلومات بأن الجميع سيبيت هنا في خيمة الاعتصام، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن يزداد العدد ويصل إلى قرابة 500 فلسطيني هنا في هذه الخيمة. محمد، أعود إليك كل ما جد جديد، رائد شريف مراسل الغد شرق القدس المحتلة، شكرا جزيلا.